حاضرين. شو اخبار الكوره هالايام؟ والله دوري احنا نبتدي من الدوري السعودي، في يعني سوق الانتقالات يسلم على قدم وساق. فعلا قبل ما ابدا بالانتقالات بدي اقول الف مبروك لعوده معتز هوساوي للاهلي وللملاعب. امس اعلنوا انه هو تعافى من الاصابه اخيرا بعد ما تعرض للاصابه الموسم الماضي، فهذا اهم خبر بنتمنى له دائما يكون بخير. امين يا رب. اما احدث عقد حصل في نادي الهلال اللي وقع مع البيروفي اندري كاريلو لمده 4 سنوات، وانضم اللاعب للنادي الصيف الماضي على سبيل الاعاره، بس اكثر شيء عجبني يا هاني هي طريقه تقديم النادي للاعب. حنشوف جزء من الفيديو. Yes. 1991. A snake was born, armed with the ability to move very quickly, surprising his opponent once with the speed and intelligence. And sometimes he doesn't hesitate to score with deadly poison. This is snake. Cario lives in the deserts of the Arabian Peninsula, on the land of the Kingdom of Saudi Arabia, and exactly at Al Hilal until 2023. The snake is coming back. والله نتمنى له ان شاء الله توفيق له في نادي الهلال، واتوقع انه يعني الموسم راح يكون جيد لهذا اللاعب. صحيح، حتى في جوميز بنادي الهلال وكاريلو هلا وشكلهم عندهم شخصيه مختلفه شوي. فعلا. ايضا يمكن كان في رحيل حزين للحبسي من الهلال. للاسف اعلن نادي الهلال فك ارتباطه رسميا بالحارس العماني علي الحبسي بعد عامين مع الفريق، وكشف الحبسي انه عم يفكر يرجع على الدوري الانجليزي وما راح يقبل بالعروض السعوديه. بنتمنى له التوفيق اكيد. الله يوفقه، طبعا حارس كبير، انسان هو حتى على الصعيد الشخصي خلوق جدا. بس اللي مو متخيلين يعني احنا دائما لما نتكلم عن انتقال اللاعبين من نادي الى نادي، لما تجي سيره ميسي مختلف. يعني مختلف الموضوع، وما نتخيل انه هو ممكن ينتقل. ها صحيح، هلا هو ما راح ينتقل، وكمان مو متخيلين انه نحكي عن مده للابد. يعني النادي الكتالوني عم يسعى ليحصل على خدمات ميسي لاطول فتره ممكنه. تم التواصل مع والده اللي هو وكيل اعماله لتمديد عقده كمان سنتين حتى 2024، مع انه الاداره عندها رغبه بعقد لمدى الحياه، وهذا الشيء مو اول مره بتعمله برشلونه، فسبق وشفنا هيك عقد مع انيستا يلي رحل للدوري الياباني. بتتوقع ممكن يعملها ميسي انه يضل معهم مدى الابد؟ والله ممكن، لانه هو الان يعني جانب من جوانب تشكيله وتشكيل الايمج حقه وصورته انه هو يبقى في برشلونه، خصوصا انه هو كل اموره يعني ماشيه، الفريق قاعد يعني يتشكل مع ميسي، دائما المدربين يحطون ميسي يعني يعطونه وضعه وبعين يعني الاعتبار مستقر هو في مستقر، فما اعتقد انه هو ممكن يعني ينتقل، ما ادري. فعلا ما بنعرف مين المحظوظ، النادي ولا ميسي، بس اكيد هو سعيد. واللي محظوظ عن جد هو طفل بريطاني. تخيل يا هاني لما يسالوه رفقاته وين قضيت الصيفية، حيقول لهم مع ميسي بجزر الكاريبي. ماكنزي أونيل التقى بميسي بالصدفة بنفس المنتجع اللي ساكن فيه، وبالطبع حقق حلمه باللعب مع النجم الأرجنتيني وابنه تياغو لمدة 45 دقيقة. مو بس هيك، كشف أنه شاركه برحلة على اليخت وكانت أجمل أيام حياته، وأنه زوجة ميسي أنتونيلا كانت عم بترجم كل الوقت كونها بتجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة. يعني ما بعرف، ما شاء الله حظه بجنن. والله محظوظ هذا الطفل، واكيد اجازه راح تكون استثنائيه وما راح ينساها بحياته. صحيح. احنا لما كنا صغار لما نشوف يعني لاعب او احد او حتى فنان، يمكن او فنان نفسد. او ممثل، دائما ترسخ هذه الذكرى، فما بالك انه 4 ايام تكون انت متواجد مع الشخص او النجم اللي تحبه. فكانت رحله حلوه لهذا الطفل، وايضا نحيي ميسي انه استقبل الموضوع برحابه صدر. هو حتى ميسي صوره الولد عنده على التويتر، يعني كان سعيد حتى بلقاء هذا الطفل. وفينا نقول انه هالايام الحظ يحالف كريستيانو رونالدو ايضا، يلي اسقطت عنه تهمه الاعتداء في لاس فيغاس عام 2009، وهيك بتكون انتهت القضايا بينه وبين الفتاه الامريكيه كاثرين مايورغا لعدم وجود اي اثبات او دليل على التهمه. يعني كويس انه هذه الامور اكيد تشوش على اللاعب، وكثير هذا الخبر يكون مريح لمحبين كريستيانو رونالدو. اكيد اتمنى ان شاء الله يعني المزيد من التوفيق.
صحيح. في ايضا بسوق الانتقالات ما شاء الله يعني على قدم وساق. احنا محمد صلاح سمعنا انه في كلام ريال محمد مدريد، محمد صلاح ايه بس عنده شرط تعجيزي لريال مدريد، طلب 30 مليون يورو سنويا للانتقال للنادي الملكي، الشيء اللي اعتبره بيريز شرط تعجيزي. ما بعرف شو رايك بهذا الشرط؟ والله حقيقه انا اعتقد انه لو كان الخبر صحيح، يعني مؤكد لانه هذه اخبار صحفيه، يعني اعتقد انه محمد صلاح ما راح يفكر بالطريقه هذه. يعني اللعب مع ريال مدريد هو بحد ذاته يعني شيء حلو انه ينكتب بمسيره اي لاعب، فممكن يعني تمام. يتفاوضون على مبلغ مرضي للطرفين. بس 30 مليون انا احنا ما نقول ان محمد ما يستاهل، يستاهل ان شاء الله. صحيح. بس حلو انه الانسان يكون يعني مو الموضوع مو دائما مادي. احنا شفنا نيمار يعني تنقلاته وتخبطاته اثرت على مشواره، كانت سلبيه بالنسبه له. انا برايي بشوف انه ما بنقدر نشوف صلاح الا بالدوري الانجليزي. ليش؟ ما بعرف، خلص بالنسبه لي ارتبط اسمه بليفربول وشايفته انه ناجح معهم، فانا ضد انه ينتقل مبدئيا. بس تعرف يا هاني، في موهبه عربيه قادمه بالنادي الانجليزي. اللاعب ياسر العروسي اللي انضم مؤخرا للفريق الاول من فريق الناشئين ابدع من اول ظهور له بوديه اشبيليا، واللي بيميز العروسي انه بيقدر يلعب باكثر من مركز، وهالميزات فرصة لا تعوض للمدرب كلوب يلي عم يبحث عن بديل لمورينو، ويطلق عليه لقب بوجبا الجزائر. يا عيني. وبالحديث كمان عن الجزائر، انتشرت هالصورة اللي حنشوفها للاعب عدنان قديورة بجوار قمصان الفرق اللي فاز عليها، وكتب على الصورة: ليس هناك أسعد منه بلا شك. عن جد مبين بقمة الرواء ما شاء الله. إن شاء الله هيك بيكونوا دايما سعداء، وأكيد فخورين بالجزائر مثل ما حكينا من قبل. وفي صورة تانية لفتتني على السوشيال ميديا، لقطة حزينة في أحد ملاعب دولة ملاوي بجنوب أفريقيا. أفضل لاعب في المباراة يحصل على ديك بعد تألقه في المواجهة. يمكن حزينة حلوة بنفس الوقت هاني، لأنه بتدل على القناعة والسعادة بأبسط الأشياء، بس بنفس الوقت حزنتني لأنه في لاعبين ببلدان أخرى بيتقادوا ملايين من الدولارات، فبتحس أنه ما بعرف حلوة وحزينة بنفس الوقت. يعني هي هذه الأرزاق متقسمة بهذه الطريقة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهذا اللاعب. وأعتقد أنه يعني تكريما بين جمهوره، حتى لو كانت الجائزة ديك، ولكن صحيح. بالنهاية هو هذا تكريم. أكيد. إن شاء الله يعني كل لاعب يكرم بالشيء اللي استحقه، هم على حسب إمكانياتهم. ومين بيعرف يمكن نشوفه بشي نادي عالمي بالمستقبل. ممكن. بعيدا عن الحزن، على كل حال حنروح لفيديو مجنون من شاب اقتحم تدريبات ريال مدريد يوم أمس ليتصور مع مارسيلو. خلونا نشوف شو صار. مارسيلو No, of course. Okay, okay, take it easy. All right, brother. Okay, no problem? Yes, sir. Thank you, brother. Okay. Come with me. All right. Yeah. Hazard! This way. This way, no. No, hey, no more. What? No. Luigi. طبعا الفيديو حصد آلاف المشاهدات على السوشيال ميديا، وصار الشاب وسيم مشهور خلال يوم واحد فقط. يعني هذا الهوس بالدخول للملعب والاقتحام، برايك يعني ليش هم يسوون هذا الشيء؟ هو فعلا فقط لمجرد صورة؟ لا، مرات بيكون في عندهم أهداف إنه يسلطوا الضوء على شيء قضية أو هيك، بس الغريب يا هاني إنه هذا الشاب طلع بيشجع برشلونة، ما بيشجع ريال مدريد أصلا. يعني هو بيشجع برشلونة وداخل على ريال مدريد. فأنا الفضول خلاني أتواصل معه وأعرف شو القصة وليه هيك عمل، وإذا غرموه أو لا. خلينا نشوف. Hello guys, I'm Wasim. مرحبا، اسمي وسيم. اقتحمت تدريبات ريال مدريد يوم أمس، قابلت مارسيلو. في الحقيقة فعلت ذلك لأن صديقا لي تحداني وقال لي إنها ستكون تجربة لا تنسى. قام صديق لي بحملي لأتجاوز أسوار الملعب، واعتقدت أنه أمر جنوني. بالمناسبة أنا لا أشجع ريال مدريد، أنا أشجع برشلونة. أما بالنسبة لرجال الأمن فكانوا لطفاء جدا. حلو، تجربة أكيد راح تكون راسخة بذاكرة. هو هذا هدفه، قال أنه بده يعمل شيء ما ينسى بحياته، فإن شاء الله ما ينسى بحياته. إيه، أهم شيء إنه ما أخذ غرامات أو أي شيء. هم كانوا لطيفين معه بالتعامل. شكرا لك يا آلين. شكرا يا هاني. لقاءنا يتجدد إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا.